بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم متابعي الكرام. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد بلقائكم اليوم في هذا الموعد الجديد. إذا نبقى مع مواضيع المراجعة لاختبارات الفصل الأول، اليوم مع موضوع خاص بتلاميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي، جذع مشترك علوم. الموضوع خاص بالوحدة المتعلقة بالشعر الجاهلي، وهي وحدة وصف الطبيعة. قصيدة للشاعر الجاهلي لبيد بن ربيعة، وهو كذلك من الشعراء المخضرمين، أي أنه عايش الجاهلية وكذلك الإسلام، أي أسلم وحسن إسلامه. أما موضوع هذه القصيدة فهو متعلق بموضوع وصف الطبيعة، فهنا يصف ظاهرة طبيعية. نتعرف أولا على مضمون القصيدة. قال الشاعر الجاهلي لبيد بن ربيعة: أصاح ترى بريقا هب وهنا كمصباح الشعيلة في الذبال، أرقت له وأنجد بعد هدء وأصحابي على شعب الرحال، يضيء ربابه في المزن حبشا قياما بالحراب وبالإلال، كأن مصفحات في ذراه وأنواحا عليهن المآل، فأفرغ في الرباب يقود بلقا مجوفة تذب عن السخال، وأصبح راسيا برضام دهر وسال به الخمائل في الرمال، وأردف مزنه الملحين وبلا سريعا صوبه سرب العزال، فبات السيل يركب جانبيه من البقار كالعمد الثفال، سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلال. إذا هذا بالنسبة للنص. نأتي الآن إلى شرح المفردات، لأن القصيدة مليئة بالمفردات الصعبة. نبدأ أولا بالبيت الأول: أصاح ترى بريقا هبا، فهنا يتحدث عن رؤيته للبرق. هبا بمعنى لمع، لمع وهنا، وهنا بمعنى ساعة من الليل، كمصباح الشعيلة، الشعيلة بمعنى تصغير للشعلة، الذبال وهو الخيط في الشمعة. في البيت الثاني: أرقت له، أرقت بمعنى أنه بقي صاحيا ليلا يراقب هذا البرق، وأنجد بعد هدء، أنجد بعد هدء أي ارتفع بعد الهدوء، فهنا ما زال يراقب هذه الظاهرة، ظاهرة البرق التي ارتفعت وازدادت حدة. وأصحابي على شعب الرحال، هنا يشير الشاعر إلى أنه كان رفقة أصحابه على شعب الرحال، الرحال بمعنى ما يركب في الترحال، والشعب هي الطريق بين الجبال. يضيء ربابه في المزن حبشا، إذن يضيء ربابه، والرباب هو سحاب المتدلي في المزن، والمزن أيضا السحاب، ولكن السحاب المضيء الممتلئ مطرا أو الممتلئ بالماء. هذا ما معنى المزن، المزن هو السحاب المضيء وكذلك الممتلئ بالماء. حبشا بمعنى قوم سود، فهنا يبين أن هذا البرق عندما أضاء وسط السحاب بين أو جعله مضيئا بعدما كان أسودا. قياما بالحراب وبالإلال، قياما هنا وكأن هذا البرق عندما يضيء وكأن هناك حرب، فتتلألأ أسلحة الحرب، وهنا ذكر الحراب وذكر الإلال، والإلال هي رؤوس الرماح اللامعة أثناء الحروب التي ترفع في الحروب والتي تكون لامعة، وكذلك الحراب، والحراب هي أسلحة من حديد كذلك تلمع في الحروب. البيت الرابع: يقول الشاعر كأن مصفحات في ذراه، إذن هنا بدأ يشبه هذا السحاب الممتلئ بالمطر وكأن في ذراه بمعنى أعلاه، فالذرة بمعنى أعلى الشيء، قمة الشيء، وكأن في أعلى هذا الشيء مصفحات، والمصفحات بمعنى الإبل، إذن فهو شبه هذا السحاب كأن في أعلاه إبل، وأنواحا، أنواح بمعنى صوت النواح، وكأن هذه الإبل تصدر صوتا،
عليهن المآلي أي في آخره. فهنا يحاول أن يبين الشاعر صوت الرعد الذي يلي البرق فشبهه بصوت الإبل. في البيت الخامس فأفرغ في الرباب، أفرغ بمعنى نزل المطر، الرباب وهو السحاب، يقود بلقا، البلق أيضا السحاب، مجوفة تذب عن السخال بمعنى أنها تذب بمعنى تدفع، والسخالي بمعنى ولد الغنم الصغير الوليد الحديث. فهنا الشاعر يعبر عن ثقل السحاب وبداية نزول المطر، ثم يقول: وأصبح راسيا برضام دهر وسال به الخمائل في الرمال. إذا أصبح راسيا أي أصبح ثابتا مثقلا، ثابتا في مكان واحد، أي أن السحاب ثبت في مكان واحد ولم يتحرك من هذا المكان، مثله مثل الصخور بالرضام، يعني الصخور برضام دهر، الصخور الثابتة لزمن طويل في مكان واحد. سال به الخمائل في الرمال، سال بمعنى انهمر المطر، وسال به الخمائل، الخمائل هي الأشجار التي نبتت في الرمال. في البيت السابع وأردف مزنه الملحين وبلا سريعا صوبه سرب العزال. أردف بمعنى تتابع، أي تتابع نزول المطر، لأن المزن هو السحاب المليء بالمطر، الملحين اسم مكان بمعنى أن هذا المطر نزل على هذا المكان وهو مكان الملحين، وبلا سريعا بمعنى كثيرا وسريعا، صوبه سرب العزالي، سرب العزالي هو السحاب الممتلئ بالمطر، إذن السحاب المنهمر بالمطر يسمى العزالي. فبات السيل يركب جانبيه من البقار كالعمود الثفالي، إذن بات هذا المطر يتساقط على جانبي هذا المكان من البقار بمعنى أنه انشق بالماء ولم يتوقف. العمود الثفالي، وهنا العمود هي البعير السمين، إذن شبه هذا المطر السيل الذي ملأ المكان بالبعير السمين البطيء الثقيل، لأن الثفال تعني أنه بطيء وثقيل. في البيت التاسع سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلال، إذن هذا المطر سقى قوم الشاعر من بني مجد وكذلك سقى قبائل أخرى مثل نمير وكذلك قبائل بني هلال، أي أن هذا المطر كان مطرا غزيرا وسقى عدة قبائل. إذن هذا بالنسبة لشرح المفردات وشرح معاني القصيدة. نأتي الآن إلى الأسئلة. أولا أسئلة البناء الفكري، حدد موضوع القصيدة على ما يدل اهتمام الجاهلي بهذه الظاهرة. إذن موضوع هذا النص هو وصف ظاهرة طبيعية، فالشاعر هنا يصف ظاهرة طبيعية وهي البرق والمطر، ويظهر ذلك في قوله في البيت الأول: أصاح ترى بريقا، فهنا هذا دليل على وصفه للبرق، وكذلك في قوله: فأفرغ في الرباب، وكذلك أردف مزنه فبات السيل، فهنا يتحدث عن سقوط المطر. إذن النص هو وصف للبرق والمطر. ننتقل إلى الجزء الثاني من السؤال، على ما يدل اهتمام الجاهلي بهذه الظاهرة. إذا نلاحظ أن شعراء العصر الجاهلي اهتموا كثيرا بوصف الطبيعة بكل مظاهرها، وذلك لأنها شدت انتباههم أو استرعت انتباههم، فأعجبوا بهذه الظواهر الطبيعية، وكذلك لارتباطهم الوثيق بالطبيعة. إذا الشعراء في القديم كانت لهم صلة وثيقة بالطبيعة، خاصة أنهم عاشوا حياة الترحال، وهذا ما ذكره الشاعر في نصه عندما قال: وأصحابي على شعب الرحال، وهذا دليل على قيام حياة العرب أنذاك على الترحال، مما جعلهم يعيشون في مساس مع الطبيعة فيلاحظون مظاهرها تشد انتباههم، لذلك وصفوا الكثير من هذه المظاهر الطبيعية في قصائدهم. نأتي الآن إلى السؤال الثاني، متى شاهد الشاعر الظاهرة؟ وضح من النص. إذن من خلال النص يتضح أن الشاعر شاهد هذه الظاهرة ليلا، ويظهر ذلك في قوله:
في البيت الأول أصاح ترى بريقا هب وهنا، هب وهنا أي هب في ساعات من الليل. وكذلك في البيت الثاني حين قال أرقت له، وأنجد بعد هدء أرقت له، بمعنى أنه لم يستطع النوم ليلا، فبقي يتتبع هذه الظاهرة في الليل. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثاني. ننتقل إلى السؤال الثالث. حدد البيت الدال على وصف البرق، ما الكلمات الدالة على البرق؟ إذن البيت الدال على وصف البرق هو البيت الأول في قوله أصاح ترى بريقا هب وهنا كمصباح الشعيلة في الذبال. ما الكلمات الدالة على البرق؟ فهي بريقا، كذلك مصباح الشعيلة. إذن هذه الكلمات تدل على البرق. ننتقل إلى السؤال الموالي وهو السؤال الرابع. اشرح البيت الأخير مبينا على ما يدل. إذن في البيت الأخير يقول الشاعر سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلال. إذن في هذا البيت يبين غزارة المطر المتساقط، وأنه سقى قومه وهم بني نجد، وكذلك أن هذا المطر كان مطرا غزيرا وسقى عدة مناطق وليس منطقة واحدة، ووصل هذا المطر إلى قبائل أخرى مثل نمير وقبائل بني هلال. وهنا يريد الشاعر أن يبين غزارة هذا المطر المتساقط، وأنه سقى مناطق واسعة وشاسعة. هذا ما يدل عليه هذا البيت. إذا ننتقل إلى السؤال الخامس. حدد نمط النص واذكر مؤشراته مع التمثيل. إذا واضح هنا أن نمط النص هو النمط الوصفي، لأن الشاعر يصف ظواهر طبيعية وهي ظاهرة البرق والمطر. بالنسبة لخصائصه كثرة النعوت والأحوال، كثرة التشبيهات مثل قوله أصاح ترى بريقا هبا وهنا كمصباح الشعيلة، ذلك التشبيه في البيت الرابع كأن مصفحات في ذراه وأنواحا عليهن المآلي. إذن الكثير من الصور البيانية خاصة التشبيه، التشبيه هو من أجل التصوير، تصوير هذه الظاهرة الطبيعية. نجد كذلك النعوت والأحوال مثل قوله في البيت الخامس يقود بلقا مجوفة، مجوفة صفة، وكذلك وبلا سريعا، إذا سريعا كذلك صفة. كذلك في البيت الثامن كالعمد الثفالي، إذا الثفالي أيضا وصفة. إذا هذا بالنسبة للنعوت، نجد النعوت بكثرة في النص وهذا دليل على الوصف. نجد أيضا توظيف الإضافات مثل قوله شعاب الرحال، مصباح الشعيلة، كذلك سرب العزال إلى آخره. إذا نلاحظ توظيف الإضافات وهي كذلك من خصائص النمط الوصفي. نجد كذلك الأفعال الدالة على الحركة مثل يضيء، كذلك ترى، هب، أيضا تذب، يقود. إذا كل هذه الأفعال تدل على الحركة وهي كذلك من خصائص النمط الوصفي. إذا هذه بعض الخصائص والمؤشرات للنمط الوصفي. هناك خصائص أخرى منها كذلك التوظيف الأسلوب الخبري بكثرة، لأن الشاعر عندما يصف يوظف الأسلوب الخبري بكثرة لأنه يلائم الوصف. ننتقل الآن إلى البناء اللغوي. أعرب ما تحته خط في النص. نبدأ بالكلمة الأولى وهي كلمة ترى، أصاح ترى. إذن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. إذن هذا بالنسبة للفعل ترى. ثم الفعل الثاني وهو الفعل أرقت. أرقت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل، تاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل. هذا بالنسبة للفعل الثاني. الفعل الثالث سقى. إذا سقى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. إذا هذا بالنسبة للإعراب. نأتي الآن إلى السؤال الثاني في البناء اللغوي. استخرج الصورة البيانية الواردة في البيت الأول واشرحها وبين أثرها. بالنسبة للصورة البيانية هي في قوله أصاح ترى بريقا هب وهنا كمصباح الشعيلة في الذبال. إذا هنا لدينا تشبيه واضح
الصورة البيانية هي عبارة عن تشبيه. إذا شبه البرق بمصباح الشعيلة في الذبال أي في خيط الشمعة. فهنا لدينا المشبه بريقا ولدينا المشبه به مصباح الشعيلة في الذبال. إذا المشبه والمشبه به، لدينا أداة التشبيه الكاف ووجه الشبه محذوف. بذلك يكون التشبيه مرسل مجمل لأن وجه الشبه غير مذكور، فهو تشبيه مجمل ولوجود الأداة نقول مرسل. أما بالنسبة لأثر هذه الصورة البيانية، إذا فهنا يريد الشاعر أن يوضح المعنى، لأن البرق ملموس وكذلك مصباح الشعيلة أمر ملموس، لذلك هنا التوضيح، توضيح المعنى. فالشاعر يريد أن يوضح شدة لمعان البرق وسط الظلام. إذا كيف يلوح هذا البرق وسط الظلام؟ فمثله مثل مصباح الشعيلة الذي يكون وسط الظلام. إذا هذا بالنسبة للصورة البيانية. نأتي الآن إلى السؤال الثالث، حدد نوع الأسلوب في البيت الأول وغرضه البلاغي. بالنسبة للأسلوب في البيت الأول هو أسلوب إنشائي لأنه جاء بصيغة النداء أصاحي. إذا هنا لدينا نداء، فهنا الأسلوب هو أسلوب إنشائي. أما غرضه فهو التعجب. إذا هنا نلاحظ أن الشاعر يتعجب من هذا البرق، أصاح ترى بريقا هب وهنان، فهنا يريد أن يتعجب من شدة لمعان البرق وسط الظلام. إذا هذا بالنسبة للسؤال الثالث. ننتقل إلى السؤال الرابع والأخير، في البيت الأخير ضمير دل عليه وعلى من يعود وبين أثره في النص. إذا في البيت الأخير يقول الشاعر سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلالي. إذا الضمير هنا هو ضمير المستتر، سقى تعود على المطر وكذلك أسقى أيضا تعود على المطر، فهنا هذا الضمير حقق الترابط وكذلك الإحالة، كذلك الإحالة. إذا هنا الضمير هما في الترابط بين أجزاء النص، فهنا دوره هو الربط وكذلك تجنب التكرار. هذا بالنسبة للضمير وأثره. إذا الروابط دائما الضمائر دورها الربط، وبذلك يتحقق الاتساق والانسجام في النص. ننتقل إلى الوضعية الإدماجية، اهتم الشعراء الجاهليون بوصف الطبيعة وأن فيها معالم واضحة عن طبيعة حياة الجاهلي، اشرح هذا القول مبينا أثر البيئة في الجاهلي مبرزا ما يكشفه شعر الوصف عن حياة الجاهلي موظفا الفعل المضارع المنصوب وكذلك التشبيه. إذا هنا يجب بيان أثر الطبيعة في الشعراء الجاهليين، خاصة وأنهم عاشوا حياة الترحال فكانوا في مساس مع هذه الطبيعة فأعجبوا بها وتعلقوا بها. إذا تعلقوا بالبيئة التي عاشوا فيها فنقلوا كل مظاهرها ووصفوا هذه المظاهر. إذا الشعر الجاهلي نقل لنا كل المظاهر الطبيعية التي كانت عند العرب في العصر الجاهلي مثل الأطلال وكذلك المطر، البرق، الصحراء، وصف الصحراء بكثرة إلى آخره. إذن هذا ما يجب التركيز عليه وهو الموضوع الموجود في النص التواصلي. إذن هذا بالنسبة لموضوعي اليوم، أتمنى للجميع الاستفادة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.